السلام عليكم الإخوان، معكم قناة عمر الحمام. مهم إخوة اليوم فيديو جديد، مهم توضيح الإخوة اللي قالك اللي قال لنا فين غبرتي وكذا. بالنسبة للإخوان التعليقات بزاف اللي قالوا لنا إمتى هذا الغبور يعني وتعطلتي في فيديوهات. مهم إخوان راكم عارفين هذه الفترة ديال البدالة، الحمام كيكون خاص يطلع ريش مزيان كيما كتشوفوا الإخوان، يعني ما كنطيروش بزاف، يعني مره في الاسبوع او مرتين. ايوا هذاك الشيء ما كاين الاخوان. بالنسبه للاخوان كما قلت لكم، من بعد ما رجعنا من كنا في السفر مدينه تيزنيت، يعني البلاد عندنا في مدينه تيزنيت فولا الجراب، يعني الاخوان اضطريت ان نلقى شي حل الحمام، يعني باش نرجع من السفر نلقى شي حل يعني. والحمد لله لقيت الاخ حسن الله يجازي بالخير من هذا المنبر، هو اللي تكلم بالحمام في الفتره ديال السفر اللي دامت شهر، وكنشكره بزاف. تحيه لي من هذا المنبر اخ حسن. وبالنسبه للاخوان من رجعنا ان شاء الله ورجعنا للحميمات ان شاء الله اللوفت، يلا كلفوا شويه، يعني داز جوج، يعني ما طلع داز جوج سيمانات يعني طيرتهم، يعني كل شيء رصه، يعني كان ضايع، يعني هذا ضيع ست شنابر اللي كانوا ضاعوا لي قبل من العيد، كانوا ضاعوا لي طلقتهم قرب المغرب وضاعوا لي الاخوان. بالنسبه لهذو اللي كانوا ست شنابر اللي ضاعوا لي، يعني صدموني بزاف، يعني ملي ضاعوا لي دغيا في دقه بسته، كانوا مشاو 8 رجعوا جوج، واحد رجع يعني الغد ليه، واحد بعد الغد ليه رجع، يعني من رجعوا صافي ما بقاوش بانوا دوك السته الاخرين. بالنسبه للاخوان كما كتشوفوا اللوفت راه قادينا واحد جوج شماشات، حيدنا ديك الشماشه اللي كانت، قادينا جوج شماشات هنايا كما كتشوفوا الحميمات راه كيتشمشوا. بالنسبه للاخوان اللي واحد الاخ قال لي في التعليق، يعني ما يعني بدل المحتوى ديال الحمام، لان محتوى ديال الحمام يعني ما بقاوش لي اقبال، يعني اخويا المحتوى اللي بديت به، اللي بديت به القناه هو اللي غنبقى فيه ان شاء الله، المحتوى ديال الحمام هو اللي غنبقى فيه ان شاء الله الاخوان، يعني المحتوى يعني ما نقدرش نبدله، المحتوى اللي بدات به القناه هو اللي غتكمل به ان شاء الله. ومازال ان شاء الله اخوان الفيديوهات بالنسبه لنا تفوت فتره البداله، وغيكونوا فيديوهات ان شاء الله اخرين. وبالنسبه لهذا الوباء ان شاء الله يبعد، يا ربي يبعدوا علينا الوباء، الفيروس كورونا اللي جاء العام الله يبعدوا علينا. بالنسبه للاخوان وغيكون هناك زيارات اخرين، يعني ان شاء الله غي زيارات عند ابطال اخرين ان شاء الله بحول الله. يعني هاد الفتره حبست واحد الشهر ما لحقتش حتى فيديو، يعني ارتحيت فيه ان شاء الله. وبالنسبه للاخوان الجديد هو ان كما شفتوا في صيبنا و الحوايج بزاف هنا عندنا في اللوفت، والله يسخر الجميع الاخوان وتحياتي. الاضافه الاخوان يعني اللوفت ديال الانتاج اللي كما كتشوفوا حيدتو عمودك الكره، يعني كانوا يعني مفصل، كانوا تصعد له الكره يعني مفصل، كتلاقيهم يعني كتلاقاو تصعد له الكره يعني دغيا كتحيدو من النار، حيدتهم، حيدت اللوفت تاعو ديال الانتاج حيدتو. بقى هاد اللوفت ديال السباق ان شاء الله غيكون فيه جهه الذكور وجهه الاناث، والله يسخر الجامع الاخوان. وبالنسبه للاخوان ندير واحد الاطلاله خفيفه داخل اللوفت، نيت نيطويو شويه جهه الذكور، لان صباح قراطيت باقي ما جمعتش. يعني اخوان مرحبا بكم، كنشوفوا الاخوان يعني كما صباح قراطيت شويه الكوره طيحت، يعني بزاف لتحت، يعني العشيه جيت يعني ما كملتش الخدمه، مشيت ما كملتش يعني القراطات، وانا دابا طلعت عندهم باش نكملوا القراطات ان شاء الله. وتحيه لخويا العسل سيمو اللي دينا عنده هادو، يعني راه جاو هما هادو كما كتشوفوا، كاين 4 4 4 طبعا الكورة 4 4. وبالنسبة للإخوان باش لوكر بس
نصطاف البيشوارة في الدينات. الله يسخر إن شاء الله مزيان. بالنسبة للإخوان كما قلت لكم الحمام دابا خاصوش يطير مع البدالة. كاين اللي ما كيطيرش الحمام ديالو كما اتصل واحد الأخ البارح قال لي راه ما كيطيرش الحمام ديالو لمدة البدالة كاملة يعني 3 شهور ما كيطيرش الحمام ديالو. ويعني يعني الحمام ديالو كيلعب مزيان. أنا المهم الإخوان أنا اللي كندير هو كنطير الحميمات جوج مرات في السيمانة أو مرة كاع. الاخوان يعني كما قلت لكم الولاعة ضرورية الاخوان كتبيعو واحد الشنيبرات جناهم من عند واحد الاخ حسان يعني باقي ما طيرتهمش يعني هما اللي كنشمش باش يحفظو مزيان. كما كتشوفو الاخوان ندخلو الحميمات نعطيهم ياكلو. خليكم معنا الشماش ديال الصيف. يعني قسمت باش ندير الشماش للذكور والاناث. الاخرى كانوا يعني كانوا كيضربوا فيها يعني ملي كانوا ولاد راه كانوا متقبلين الامر ومني تشمبروا الاخوان راه كي ضروري كيكون صداع وكذا اضطريت نقسم لهم هاد الشماشه. وكما كتشوفوا الاخوان هذا راه شتو كادر يعني درت ليه الشبكه ويعني من هنا. اللهم بارك الاخوان اللي شاف شي حاجه يقول اللهم بارك. وما تنساوش تدعمونا بالتعليقات ديالكم التحفيزيه ونشكركم بزاف الاخوان يعني الاخوان اللي كيدعموا قناه عمر امام اللي بغاو تزيد مازال قدام وان شاء الله مازال كاين الجديد ان شاء الله منتظروا الجديد ان شاء الله بحول الله. هو اليوم يعني غنعطيهم ميلونج سيك كما كتشوفوا الاخوان يعني الصباح اللي درنا لهم والبارح يعني درت لهم بودر روج كما كتشوفوا غبره حمراء. وبالنسبه للاخوان بودر روج مره يعني في السيمانه ما كنكثرش فيه مره في السيمانه. والماكله بالنسبه للاخوان نعطيكم الماكله يعني شحال درت فيها هاد الماكله اللي صيبت شحال درت فيها يعني ديال الضره البيضاء ديال الجلبانه الضره الصفراء كلشي غن Thank you.
الإخوان اليوم كلهم في الانتفاع يطرون في الله قدراء الله حقاً وساك يعقم يعني الاخوان بعد الانتهاء ديال التفراخ الاخوان كما كتشوفوا الطويجنات راه دوزوا معنا ساكن كما كتشوفوا الاخوان هذا اللوفت هذا هو اللي كان فيه الانتاج يعني راه حيدته كان لوفت الانتاج يعني دابا حيدته تنعاود شي واحد اخر وبالنسبه للاخوان تحياتي لكم بالنسبه للاخوان الماكله اللي احتاجيت هنا الاخوان عندك جوج كيلو بوزغيبة إخوان كما كتشوفوا جوج كيلو بوزغيبة ثلاثة كيلو جلبانة جوج كيلو كاردي أربعة درا بيضة أربعة كيلو درا بيضة جوج كيلو ديال السارجو كما كتشوفوا إخوان ستة كيلو ديال الدرا الدرا ديال إخوان جوج كيلو ديال القرثانة جوج كيلو دراغليا يعني كاين الفرق بين هاد الدرا والدراغليا الدراغليا كتكون دايره تقريبا واحد 10 حتى 12 درهم ويعني الزوان وزرعت كتان الاخوان حتى هو الى بغيتي تضيفوه يعني مع البداله يعني وكيعطيكم ميلونج مزيان الاخوان الحميمات هذا هو اللي كنخدم به يعني كنخدم به فتره البداله والله يسخر الجميع تحياتي الاخوان وصلنا للنهايه ديال الفيديو مازال جديد قادم ان شاء الله بحول الله وتحياتي لكم جميعا اللهم بارك لك في ذلك ودعوا معنا في سير التوفيق ان شاء الله الاخوان تحياتي للجميع وبالنسبه للاخوان اللي عنده شي سؤال استفسار يحطه في التعليق ان شاء الله وبالنسبه لفتره البداله غنديروا شي فيديو ان شاء الله مبسط غنمشيو عند زياره عند شي بطل وغيدوينا على البداله اكثر ان شاء الله بحول الله ودمتم برعايه الله مع السلامه